السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا بطه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. متشكره قوي. ازيك وازاي عمك؟ بقالي مده ما شفتكيش ولا شفتهوش. ما شفتنيش دي عندك حق فيها يا استاذ عبده، لكن ما شفتش عمي دي غريبه شويه. امال ازاي بينزل الشغل؟ النهارده عمك بقاله شهر ما بيجيش، هو انت ما تعرفيش ولا ايه؟ اعرف ايه؟ انا اللي اعرفه ان هو كل يوم بينزل الشغل عادي يعني. حضرتك قلقتني. انا اسف يا بطه يا بنتي، انا توقعت انك عارفه، ما انتوا كلكم في بيت واحد. عارفه ايه؟ هو عمي ماله؟ باين عليا لبخت الدنيا، لكن تاكدي ان عمك مظلوم وبريء وذمته طاهره وزي البفته البيضة. هي ايه الحكايه بالظبط؟ ما تتكلم. اذا كان هو ما قالكيش يا بطه يا بنتي، عايزه تورطيني انا ليه وتوقعيني في الغلط؟ لا، عمك يزعل، اعملي معروف. اعمل معروف انت احسن، بعدين يكون عمي في ازمه ومحتاج لحد يقف جنبه. دي اخر حاجه كنت اتوقعها، ان اعدي على عمي في الشغل ما لقاهوش، وستك دلوقتي بتقولي بقاله شهر ما نزلش الشغل. هي ايه الحكايه بالظبط؟ عمك موقوف عن العمل يا بطه، باتهام ظالم وشكوى كيديه 100%. شكوى ايه واتهام ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. من فضلك تتكلم معايا بصراحه. رشوه يا بطه. عمك متهم بانه مرتشي، يعني في الحاجات بتاعه الفساد والكلام الفارغ ده. فساد؟ عمي محمود ده بيصلي الفرض في فرضه. اهو ده اللي حصل. معقولة يا عمي؟ رشوة؟ هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ اطلع يا ياسر. اتعرفنا على بعض أنا وهي في ظروف غريبة، طصينا في بعض فجأة زي اللي بيحصل في الأفلام، قدر غريب. عجبتها وعجبتني جدا. اتعرفنا كويس، قعدنا سنة لحد ما كل واحد فينا ابتدى يحس إنه ما يقدرش يستغنى عن التاني. كنا بنحلم ليل ونهار باللي هيحصل بكرة. ما كنتش أتخيل أبدا ولا يخطر على بالي لحظة إن بنت عمرها 25 سنة تموت فجأة. صدمة مرعبة. عشان كده من ساعتها ماليش نفس لا اتعرف على حد ولا اتجوز حد. بس ده ما يمنعش اني بقابل بنات كتير كويسين وببقى معجب بيهم، بس مش كتير قوي. الايام دي ما بنسمعش فيها عن الحكايات دي خالص، ولو سمعنا بيقولوا عليه دقه قديمه. انت فاهم عمك ده صغير؟ ده عجوز زي كده بس سابق، وهي صبغه باينه اهي. وبعدين الحياه بقى، احنا فعلا دقه قديمه. افتكر يا عم رمزي في حد زيك كده النهارده؟ ياه، يعني انا بقيت من غرائب الطبيعه يا فرح. نفسي اشوف واتعرف على واحد زي حضرتك، رومانسي ورقيق. عارف لو ما كنتش كبير شويه كنت طلبت ايدك من باباك. ياه، ده انا يظهر ده وشكوى يا بنات، بقالي ساعه عمال اتكلم عن نفسي. اللي انا مستغربه له بقى، هتبقى انت وخالي حسن كده لحد امتى؟ وشمعنى البنت لما بتكبر شويه وما تتجوزش تتعقد في عيشتها؟ الراجل لما يكبر ولا يهمه. مش عارفه ليه يا بنات كده انتوا صعبانين عليا والله. طب يلا يا اختي، يلا بدل ما يعملنا شغلانه تحت.
عاوز اعرف الحقيقه منك يا معلم فارس، عمر اللي كذاب ولا عوني جوزي هو اللي بيفتري عليه؟ هتجنن. سلامتك من الجنان. اعملي زي شيل الاتنين من دماغك وانت ترتاح. معقوله واحده قمر زيك جمال وخفه ودلال ودلع وتحط العيال الصيع دول في دماغها؟ ده كلام برضه يا وزه. وحياه ولادك يا معلم فارس، بلاش وزه دي، عندي حساسيه. عندي دكتور حلو قوي، حساسيه من ايه ولا مؤاخذه؟ من الوز، بعد عنك. وبعدين يعني يا معلم انا جايه لك في موضوع يهمني، لا جايه اتدلع عليك ولا هز طولي قدام منك. اعوذ بالله، انتوا نسوان ولا عفاريت ولا غفر ولا ايه بالظبط؟ الله، ربنا يكفينا شر بطه واخواتها. هو احنا جينا جنبك يا معلم ولا حتى اذيناك في حاجه لا سمح الله؟ كل ده وبتقولي ما جيتوش جنبي؟ وانا عارف اتقلب على جنبي منكم، ده انتوا مكتوبين في لوحتي، مطبوعين في اسمتي ونصيبي. الحق عليا اللي جاي استعين بيك، انا اسفه، ما تزعلش. استغفر الله العظيم. طب اقعدي. اقعدي، ما تبقيش كده زي الفرس اللي من غير لجام. اقعدي وانت. اديني قعدت، اما اشوف اخرتها. عوني ملوش ذنب، وبعدين عوني كان بيتكلم معايا في حاجات تخصك وتخصه، انما ولا مؤاخذه المخدرات والحاجات الوحشه دي لا. حاجات زي ايه اللي بيتكلم عنها بسلامته جوزي؟ حاجات خاصة يعني كده. ممكن اعرف زي ايه كده يعني؟ الحاجات اللي بيتكلموا فيها الرجالة مع بعض ولا مؤاخذة، الحاجات الثقافية يعني. فيه هو انا عيل هتوقعيه في كلام؟ خلاص يا معلم مش عايز اعرف، خلي كلام الرجالة للرجالة، اقعد بالعافية. طب اقعدي بس، عايزك في الموضوع. مش فاضية، عن اذنك اقعد بالعافية. وزة يا وزة، استني يا وزة. وزة وبطة. تسلم ايدك يا ماما. ميرسي يا حبيبتي، اتفضلي. متشكرين قوي. انا خايف اكون سببت لك احراج يا روي. مفيش اي احراج يا حسن. شكرا. عارفه يا راويه، انت بتيجي على بالي كتير جدا، دايما على بالي الحقيقه، وساعتها ببقى عايز اشوفك واتكلم معاكي واقعد جنبك واعرف اخبارك وكل حاجه عنك يا رب. انا سعيده قوي يا حسن، في حد النهارده يلاقي احساس جميل بالشكل ده؟ كفايه قوي ان انا على بالك. انت دايما على بالي يا راويه، دايما، صدقيني دايما. انا عارف ان علاقتنا محكوم عليها انها تبقى في الاطار ده، بس حب من غير امل، عارف؟ علاقه ما وقف التنفيذ. مفيش حاجه تقدر توقف تنفيذ الحب يا حسن، حتى المرض، حتى قلبك اللي على كف عفريت. انا شخصيا ما عرفتش احب حد غيرك، بتهيألي خلاص. انا ببقى فرحانه قوي يا حسن لما بشوفك، حتى زي ما بيقولوا لو كل سنه مره. عارفه يا راويه، في ساعات كتيره اقول لنفسي انا ليه ما اتجوزتش راويه؟ ليه سمعت كلام الدكاتره؟ ليه سمعت كلام العقل وما سمعتش كلام قلبي؟ مين عارف، يمكن كان زماننا دلوقتي عايشين مع بعض. مين عارف، لكن بيجي علي اوقات تانية اقول لا حرام، اللي انا عملته ده هو كان الصح، حرام عليا ان اظلم اكتر واحده حبيتها في حياتي. والنتيجه ايه يا استاذ؟ من ساعه ما خرجت من المستشفى وانت محلك سر، انا زي ما انا وانت زي ما انت. الدكاتره قالوا سنه 74 ان قدامك سنه كتير، وانت الحمد لله موجود في الدنيا وزي الفل. كان فيها ايه بقى لو اتجوزنا؟ لدرجة ان انا حسيت ان انا مكسوفة ان انا بتحايل عليك ان احنا نتجوز. لا 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 لا، اوعى تفكري كده يا راوية اطلاقا. انا متأسف ان كنت بفكرك بحاجات انت مش عايز تفتكريها، بس انا النهارده جاي لسبب واحد، انك تبقي تأذني لي يعني ان اجي من حين لاخر اشوفك، اتكلم معاك، اقعد معاك.
عندكيش فكرة، أنا لما بشوفك بحس الدنيا تستاهل اللي عايشة. تعالى تعالى، ما تخافش، أنا جايبك في محل حلو قوي، شايف كله معمول بالحصيرة. ما هو ده اللي علينا يا ست عاطف، أصل عادة الحصير المفروض يكون على الأرض، دول حاطينه فوق، وبعدين المشنات بتاعت الخضار بتاعت الست أم ماجد دي اللي معلقينها برضه قلقانة شوية. مش بقول لك أنا دمك خفيف يا عرفة، دمك خفيف، بس أنا ما قلتش لبطة. بطة؟ آه. كنت هتقولي إيه للست بطة يا ست عاطف؟ أنا عايزة كنت أقول لها إن أنا مبسوطة، مبسوطة معاك قوي قوي يا عرفة. هو أنت مبسوطة مني؟ ياه أنا مبسوطة يا عرفة وفرحانة، فرحانة قوي. ليه كفالة الشر؟ قصدي يعني اشمعنى يعني ليه؟ اقعد اقعد يا عرفة، اصل انا كل ما بقعد معاك كده بحس ان انا مبسوطة وفرحانة وعايزة اغني. غني؟ ومن امتى الحكاية دي ان شاء الله؟ جرى ايه يا عرفة؟ هو انت هتقعد تحقق معايا ولا ايه؟ ما تسيبني اتكلم كده على راحتي، ولا انت بقى من النوع اللي تقسى على اللي بيحبك؟ ايه؟ انت بتحبيني؟ احبك اخصمك. بس يا ست نانسي، هتلم الشباب علينا. تعرف يا عرفة، انا مستعدة اصرف عليك كل ثروتي، مستعدة ابيع اللي قدامي واللي ورايا عشان انت تتهنى. اتهنى ايه وثروة ايه؟ ده بذمتك منظر واحد يتهنى؟ ولا لا مؤاخذة يعني انت منظر واحدة عندها ثروة؟ بس يا خسارة، حاجتين ما يجتمعوش يا عرفة، الحب والفلوس. لا يا اختي، بيتجمعوا بيبقوا زي الفل مع بعض، انت بس بطلت تتفرج على الافلام القديمه وانت تعرفي. انا مش قديمه ولا بتفرج على الافلام القديمه. انت عارف يا عرفه انا سني كام سنه؟ وانا هعرف سنك منين؟ وقالوا لك عليا السجل المدني. عارف ولا مش عارف يا ست عواطف؟ انا مش عارف ولا عاوز اعرف. وانا ذنبي ايه بس دلوقتي؟ بس بعد اذنك يعني، عشان انا عندي شغل، ممكن يعني اعرف ايه النظام ولا مؤاخذه جايباني هنا ليه؟ انت عاجبني يا عرفة، عاجبني قوي، وعارف زي كده ما بتقول البنات الجديدة بتاعت اليومين دول، انت يا عرفة روش طحن. روش؟ انا روش طحن يا ست عاطف؟ الله يسامحك، جايباني هنا عشان تشتميني؟ لا دي مش شتيمة، دي مش عارفة بس معناها ايه، هي كلمة حلوة. بس تعرف يا عرفة، انت تستاهل تقلك دهب. انت مش عارف انا هعمل معاك ايه يا عرفة. انا بعد كده هوت هخليك تلبس بدلة وكرافتة وتبقى عامل زي الوزراء كده اللي بيطلعوا في التلفزيون، وكل ما تدخل معايا انا حتة كل الناس تقف احتراما ليك. حيلك يا ست عواطف، يقفوا ايه ويقعدوا ايه؟ طريق اخضر ست الكل. قال يقف وقال، ده انا لو اتأخرت عن قفل الوكالة بنت اختك تلبسني قضية زي المعلم عوني مع عمل. عوني عمل لك ايه يا عرفة؟ لا ولا حاجة يا ست عاطف. بقول لك ايه؟ قوموا بينا عشان نلحق نشد لنا ميكروباص. ايه ده؟ ميكروباص ايه؟ أنا أركب ميكروباص؟ لا طبعا، احنا نطلع دلوقتي وأنت تقف كده في الشارع وتقول تاكسي، وأول ما يجي نركبه على طول، وخد خلي دول معاك يا عرفة 50 جنيه وحاسب أنت كأنهم من عندك، امسك. سبحانك يا رب، انت القادر على كل شيء، تجيب اللي تحت يبقى فوق، وتجيب اللي فوق تدفنه تحت، مشيئتك يا كريم يا رب يا قادر.
ايوه يا عمي، انا رحت لك الشغل، كنت عاوزه اتكلم معاك في موضوع فريده. ثم دي مش اول مره اجي لك الشغل يعني. رحت لي الشغل ليه؟ كان في حاجه عاوزاها ولا حاجه؟ طب ليه ما فتيش عليها الصبح وانت نازله قبل ما تيجي الشغل تقولي لي انت عاوزاها، او كنت قلت لي بالليل قبل ما تنامي؟ اصل انا واخد اجازه النهارده من الشغل. هي ايه الحكايه يا عمي؟ مالك؟ انا مش بحقق معاك. انا عرفت ان انت بقالك شهر ما روحتش الشغل، وانهم وقفوك عن العمل. انا بتكلم معاك مش اكتر يا عمي، مش بحقق معاك لا سمح الله. ايوه تحققي. انت مين اللي قالك الكلام ده؟ انا عرفت كل حاجه يا عمي، عرفت انهم متهمينك بالرشوه. لا 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 لا، ده كلام كله كده وتلفيق. تلفيق ايه يا عمي؟ انا مش وكيل نيابه بيحقق معاك او قاضي بيحكم عليك. انا بطه بنت اخوك اللي بتحبك وبتخاف عليك. الحقيقه بالظبط يا عمي. حقيقه ايه اللي انت عاوزه تعرفيها؟ وانت مالك ومال الحاجات دي؟ يعني ايه مالي يا عمي؟ انت ليه بتعاملني بالشكل ده؟ انا عاوزه اطمن عليك، عايزه اقف جنبك واساعدك، عايزه اطمن عليك بس يا عمي. انا في الحقيقه يعني اي حد في شغلتي دي او بيقعد على الكرسي اللي انا قعدت عليه في شغلي ده بيتهموه بالرش والسرقة وياخدوه ويحققوا معاه ويبهدلوه رغم ان هو مش مرتجي. على العموم انا ما جبتش لاي حد سيره بالموضوع دوت. وعلشان ما تزعلش مني انا مش هفتح السيره دي تاني ابدا، بس لو حسيت ان انت مخنوق او عايز حد يقف جنبك ويساعدك يا عمي انا تحت امرك. ايه رايك؟ اصلي مش تقليد. اصلي حلو قوي. شفت ده؟ اصلي مش تقليد. يا الحاجات دي لا مؤاخذة يعني غالية ولا غالية؟ الحتة دي لوحدها تساوي لك كام يا محمود؟ ايه 10 جنيه؟ لا 50. ايه 50 ألف. 50
ألف في الطوبة دي. طوبة؟ ده أنت اللي طوبة. تعال تعال. شفت ده؟ أيوه. عمنا رفسيس. آه. آه. أصلي. أصلي أصلي. تعال. شفت الأبريق ده؟ كل ده أبريق. عشان يكفي. أصلي. حلو يا معلم. دي ذهب أصلي. خلي ذهب كمان. أصلي. اللي فيها ذهب. اللي فيها ذهب أقول لك من برة تبقى ذهب. أصلي. مالك؟ تعال تعال. يا راجل انزل. معلش المكان ضيق شوية. ما شاء الله ده براح البراح ده ترمح فيه شيء. ده البسيم. ما شاء الله. هو يعني حمام السباحة والمؤاخذة. ما شاء الله. حلو. شايف المبنى اللي هناك ده بقى؟ ما شاء الله. ده المخازن بتاعتي. تبارك الله، سبحان الله، ما شاء الله. عارف فيها ايه المخازن دي؟ فيها ايه يا حاج؟ فيها كل اللي انت تشتهيه. حديد، اسمنت، طوب، ذهب. تعال تعال بص. تعال محمود ادخل. اتفرج، مت عينيك. تعالى تعالى. كل حاجه جايبها من بره. النكف ده متشكل. ما شاء الله. وده ايه ده يا معلم ده؟ ده بيان ولا مؤاخذه، لما اكون متضايق ومتعصب اضرب عليه. ما شاء الله ما شاء الله. شفت الفيوه حلو ازاي؟ فيوه ايه ده؟ الفيوه اللي هو ايه يعني؟ البرنامه اللي هو يبين اللي ورا زي اللي قدام. اه قصدك المنظر يعني. بكره تتعلم اسمها الفيوه البرونامة. من اخليك يا معلم. تعال تعال نقعد. تعال انزل اهو اقعد. اقعد يا اخويا. انما كل ده يطلع منك يا محمود. من كان منكم بلا خطيئه يا معلم فارس. خطيئه ايه بس؟ رشوه. وتلاقي حاجه خايبه. شبهت نفسك او انت يا ما قلت لك سيب شغل الحكومه وتعالى استوظف عندي. قلت لي لا اصل انا موظف كبير. بقول لك يا معلم فارس اعمل معروف انا تعبان ومش مستحمل حاجه. ابوس ايدك خلصني من المشكله دي. امال انا جايبك هنا ليه؟ عشان احل لك مشكلتك. ايوه هحلها لك ان شاء الله. حاكم اللي يخش عندي هنا في المكان ده بالذات لازم واحد اكون واثق فيه زي ما انا واثق في روحي بالظبط. وانت ثقتك في مطرحها معلم فارس. ربنا يزيدك ويبارك لك في اللي انت فيه ده كله. اه قول لي بقى، حد من اهلك يعرف حكايه الرشوه دي؟ مفيش بطه بس هي اللي تعرف. وبطه مالها ومال شغلك؟ ابدا. بطه يظهر كان عندها موضوع عاوزه تكلمني فيه ما لحقتش تقوله لي في البيت، فعدت عليا في المكتب ما لقيتنيش. قعدت مع الموظفين قالوا لها ان انا توقفت عن الشغل. بس الحقيقه بنتي طلعت بنت بلد بنت اصول ما جابتش سيره المخلوق. تحتقول لي يا بنزلاوي بطه جدع ب 100 راجل. ما انا قلبي متشعوط عليها ليه؟ طب تصدق بالله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا المكان ده ما فيش واحده من مراتات الثلاثه يعرفوا طريقه ولا مكانه. يا سلام. ايوه الوحيده اللي كانت هتقعد هنا وتتربع وتاخد قلبي عليه هي بطه. انما تقول ايه بقى؟ المهم بالنسبة لمشكلتك إن شاء الله هلاقي لها حل. أنت بس قدم استقالتك من شغلك وتعالى استلم عندي من بكرة. ربنا يكرمك، ربنا يخليك ليا. طب أستأذن أنا بقى؟ لا تستأذن إيه؟ استنى. أصل أنا عامل عزومة جامدة أوي النهاردة. تلات خرفان عقبال ما قامك. آه ناس مهمين أوي وجايين يتغدوا هنا. هيتغدوا ويتعشوا كمان. المهم خليك قاعد. احتمال ان شاء الله ربنا يسهل ويحل لك مشكلتك. ليل الشتاء طويل يا سي عوني، واحنا النهارده بقى لنا 7 سنين متجوزين. نفسي ابقى ام،
نفسي ومنى عيني يا عم. العيلة من الله والطب من الله عزيزة. وبعدين اللي فتحوا بقى بنت الناس ايه؟ هي هفة وحجيلك كل كام يوم ولا ايه؟ ما انت شايف نفسك ومش همك، بالنهار في الشغل وبالليل شايف روحك ومزاجك، وانا اللي قاعدة هنا باكل في روحي ليل ونهار، لا عيل ولا تيل، وفي الاخر قدام الناس انا اللي مظلومة. انا النهاردة مش خارج خالص عزيزة، هقعد معاكي نعمل كده لقمة طرية ناكلها وناخد وند في كلام مع بعض ان شاء الله للصبح. هيعمل ايه الكلام بس يا عوني؟ زهقت من الاكل وزهقت من الكلام، مش كفاية هدية اختي؟ مش راضية تبص في وشي حتى. عارف انا هجيب لك ايه النهاردة؟ حلق ألماس من عند المعلم فارس، شغل المعلم فارس، حاجة هتبسطك قوي. استرها مع عبيدك يا رب. عيني عليك يا عزيزة يا بنتي. مين؟ مين اللي بيخبط؟ حماتي؟ ايه؟ في ايه يا سابع؟ صوتك عالي كده ليه؟ مش خايف يا اخويا لحسن بعدين يطقلك عرق في نافوخك؟ بتزعق كده ليه يا وادي عوني؟ انا ما كنتش اعرف ان انت اللي بتخبطي يا حماتي. وبعدين انت قليل قوي يعني لما تيجي تخبطي علينا. خير يا حماتي، في حاجه؟ الله، مالك مخضوض كده ليه؟ انا مخضوض من ايه يا حماتي؟ الله، هو البيت ده كله عليا ولا ايه؟ هو انا هتزق يعني من الكبير والصغير؟ سيبك منه ياما، ده فنجري بقى على راي العيال، كل ما حد يكلمه يهلفط وخلاص. مالك ياما، فيكي حاجه؟ عايز افهم بس، ياكش تكونوا فاكرينك مني عيانه ومكسحه مش قادره اروح واجي؟ مانيش دريانه ايه اللي بيحصل في البيت هنا. عايز اعرف يا عزيزه ايه حكايه المواضيع؟ فهموني. ايه يا عوني والدواء والواد اللي مرمي في السجن فجأة؟ ايه الحكاية؟ ايه العبارة ده؟ حتى بطة بنتي كل ما اسألها اقول لها في ايه يا بطة تقولي ما تشغليش بالك، انا هتصرف ياما، خليك انت مرتاحة ياما. الف مبروك على الحلق الالماظ يا عزيزة. سمعتي؟ امك الاخرى بتلمع اوكر. اعمل ايه من غربي؟ اصل الواحد بقى عارف يا عوني ممكن يقفل دماغه ويقفل عينيه، انما ودانه هيقفلها ازاي؟ ما يقدرش. ده حتى عواطف اختي اليومين دول حالها اتغير، بقت تلبس وتتغندر، راح فين تقول لي مشوار كده وبعدين ابقى اقول لك. هو في ايه؟ ايه اللي حصل في عيمين يا عزيزه؟ تعالي ياما، تعالي على اوضتك وانا هريحك واحكي لك كل حاجه. انت عاوز تعرفي اني حكايه فيهم بالظبط؟ انت هتاخديني على قد عقلي ولا ايه يا بت؟ ما هي حكاياتنا ياما، ما تصرش، انت غاويه وجع قلب، انت ناقصه يعني. تشريفك النهارده يا سعاده الباشا يتسجل في التاريخ ويتدرس في المدارس، انا الفرحه مش سايعاني. يا راجل يا وطني بطل بك انا اونطجي على الدنيا كلها، بس اجل سعاده الباشا وما اقولش الا الحق. انا بدعي لك في صلاتي يا باشا، بدعي لك في كل مناسبه، في عيد الاسره وعيد العمال وعيد الام كمان. يا سلام، ربنا ينصرك على اعدائك في الداخل وفي الخارج وينصرك على من يحميك. اهم تخلي بالك من فارس. عمك فارس يلعب البيضة والحجر لكن دمه خفيف، راجل قعدته حلوة وكل ذوق. همت بيه في عينيا الاتنين، همت بيه عايز بوسة من هنا ومن هنا على جمايله اللي مغرقاني. انت تستاهل كل خير يا حاج، بس انت افتح ايدك شوية وبحبحها. يا سلام ابحبحها؟ انت تؤمر يا همت بيه، احنا بديك الساعة. اوعى يا فارس همت يزعل منك، لا تلاقي نفسك ورا الشمس. هو اخويا صحيح الصغير، لكن انا ذات نفسي ما اقدرش ازعله. لا لا، اللي يؤمر بيه همت بيه انا هنفذه. هو هيؤمر فعلا دلوقتي وهيطلب منك شغل، ما تتاخرش عليه. ها؟ اوعى تتاخر عليه قبل الاوامر والنواهي بقى. خلي عندك نظر، شوف هنشرب ايه ولا هناكل ايه ولا العزومه دي في شنك شنك يا باشا. Game!
الشغالين تحت بيجهز كل طلباتك وخصوصا ال استغفر الله العظيم. عن اذنك يا باشا. اتفضل تعالى يا همت. خلص معاه النهارده وخد فلوسك كاش واقرص عليه وما تخافش. يلا يا اخوان يلا سهلوا يلا بسرعه على المنصور. الله الضيوف قاعدين فوق. اهلا ده جيت تعالوا ايه جيت تعالوا باشا وشغال من بدري. انا مؤسس باشا هو الاستاذ محمود ابو فريد. بقول لك ايه احنا اتفقنا ما تتكلمش في اللي ما قالش فيه عندك العيد. صدق انا كنت لازم اقول لك افضل الشيشه وكتر الملاك. انا عايز زمايلي فوق يتبسطوا. امال الولاد فين؟ تحت في الشارع مستنيك 10 لواحد. يلا شاهد امال يا عم منصور يلا. بقول لك ايه؟ عاوني ايه يا صاحبي باشا؟ عايزك تاخد اكل محترم وتطلعه المنزلاوي. حاضر بس ساعة الباشا يعني لو ابو فريد عايز يسالني انا هنا بعمل ايه؟ اقول له ايه؟ ما تقولوش حاجه. وبعدين هو كمان مش هيسالك. الواد هدم فين؟ راح مشوار وزمانه جاي. انا عارف في رايي ماشي ورا البت بتاعت الخضار. وانت عارف يا سعد باشا انا اعرف الكفر اعرف اللي انت ما تعرفوش. اقول لك حاجه انا اعرف انت كلت ايه لما تيجي. عارف يا سعد باشا عارف وبالجزم. اتفضل يا سعد باشا. اهلا يا سيدي. انت مين؟ انا باشا بتاع الروشنه والمزاج كله والصلاه على النبي. انت مين يا حضرتك؟ عايزني منين يا باشا؟ انا من اي حته حضرتك عايزني منها. وعلى العموم يا سعاده الباشا انا من القاهره. طبعا حضرتك عارف يعني بتوع القاهره دول هم اللي دهنوا الهوا دوكو وخرموا التعريفه. عشان كده المليم رفض يعني يفقد شرفه عشان اربعه مليم. حلو يا باشا. اسمك ايه يا ولد؟ انا عاوني يا سعاده الباشا. عاوني صاب المعلم فارس وخدامه. عندك طنط خبيه؟ ما عندوش يا باشا بس هعملها له. هعملها له واعتبر صوته في جيبك يا باشا. تلاقيته فين الواد ده يا فارس؟ والله لو عندك يا باشا يعني بقولك في جردان. ده انا عاوني ده واد جدع ومجدع وايه ابدع واحد ونكت ونكت. ولا اقول لك قول للباشا اخر مره اكلت لحمه كان السنه كام؟ ربنا امر بالستر يا سعاده الباشا. شوف يا سعاده الباشا عارف القفل عمل ايه في الترباس؟ قفل ايه والترباس ايه يا مغفل؟ لحظه يا عوني بقول لك ايه يا فارس؟ ايوه يا فارس. تاخد همك وتدخل جوه معاه وتكلمه عشان في شغله كده عايزك تخلصها. اعتبر الشغله خلصت يا باشا عن اذنك. اتفضل همك بايه؟ ترباس شايف؟ اتفضل احكي يا سيدي عملت ايه قفل في الترباس؟ مقبوله منك يا باشا. حلوه قوي حلوه. اتفضل وريني. على ايه بقى غير كل اللي عندك؟ بالراحه يا شنتي على الاقل من مهلك. بالراحه بالراحه يا راجل يا قديم قوي. ما شاء الله يا شنتي هاي هاي. طلباتك انا بس حاضر. هل بيه بس يا شنتي؟ كل في علمك دول مش ليا دول الباشا. يعني زي ما خدت التمثال حط ده دوب كتكوت مش قلب. عليا غالي والطلب رخيص. يلا على البركه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله ايه صحتك بس كان ليا خدمه عند الباشا. لا بصراحه هما خدمتين والخدمتين الاثنين قرايبي واحد فيهم ولا مؤاخذه اتهم ظلم وغدر بمخدرات بس هو بريء والتاني ولا مؤاخذه اتهم ظلم وغدر بالرشوه وهو موظف غلبان وعلى قد حاله يعني. انت وقرايبك في عينينا يا عم فارس. هبعت لك حد يعرف التفاصيل ويشوف هيعمل ايه. ربنا ما يحرمني منك ولا من سعاده الباشا. اتفضل يا جماعه اتفضل. حلوه. برضه ما قلتليش يا مين فيكم القفل ومين الترباس؟ انا هسيبك بقى يا باشا كده انت تدربها في دماغك. مين القفل
ومين الترباس؟ ولا يعني هو اشتغل الروقان اشتغل يا باشا؟ شكل الروقان اشتغل. بقول لك يا باشا، يا لا مؤاخذة يعني، بيضة قوي كده ليه؟ يا مين ياضي اللي بيضة؟ ليلتك يا باشا، ليلتك بيضة وفيها كتكوت. يا مغفل، ايه بيضة وكتكوت؟ ده انت هتفكس الدنيا. يوه، بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت؟ انت ايه؟ كنت بايت على باب الشقة ولا ايه؟ طب اعمل ايه قوليلي؟ اعمل ايه يا مسهرني؟ عينيا مجافيها النوم على رأي ام كلثوم. حط لهم قطرة يا عينيا. قطرة؟ قطرة ايه؟ وانا ينفع معايا قطرة؟ ده انا عايز عربية مطافي. هتسيبيني واقف كده على الباب يا على بابك يا قمر؟ وانت يعني محتاج عزومة؟ ادخل ادخل لما اشوف اخرة صبري. خير والله العظيم ثلاثة خير. خير يا امبيانس وتربة ام امبيانس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك كنت عاوز الست رئيسة في كلمتين. أنت بتطلع مين؟ وعاوزها في إيه؟ كنت عاوز أقول لها جوزها المعلم همام عمل معايا إيه؟ خير يا أخويا في إيه؟ اتكلم. رئيسة! رئيسة! عاوزاني يا بطة؟ اتكلمي. خير يا أخويا؟ في إيه؟ أنا عاوزك في موضوع يخصني ويخص المعلم همام ويخصك يا ست رئيسة. أنا مقدر ظروفك وعارف المحنة اللي أنت فيها. لكن بقى الموضوع ما يتسكتش عليه. طب اتفضل تعالى. استرها يا رب. اتفضل خش يا اخويا. استرها يا كريم. الموضوع شكله ما يطمنش. اقعد. المسألة مش مستاهلة اعاد. هما كلمتين على الواقف. جوزك يا ست رئيسة طلع في دماغه يتجوز عليك. نهار اسود. لحد كده والموضوع ما يخصنيش. انما لما ياخد مني البنت اللي انا خاطبها كده بقى الموضوع يخصني. يتجوز؟ الكلام اللي بتقوله ده؟ استني يا رئيسة لما نفهم ايه الحكايه. سيب الجدع يكمل كلامه للاخر. ممكن تقعد بقى وتفهمني ايه الحكايه بالظبط؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. المعلم همام مستصغر روحه، سايق الهباله على الشيطان. بقى الغد عمال يرمي في الشبك حوالين البنت ابتسام، بنت امينه بتاعت الخضار. قال ما لقاش في الدنيا كلها غير خطيبتي. كل ليلة كل ليلة عندهم في البيت. اخرتها البنت رمت الدبلة في وشي. والسبب جوزك يا ست رئيسة اللي حتى مش عامل اعتبار للمرحومة بنته اللي لسه ما عداش عليها سنة. انت كذاب، انت بتكذب عليا. الحقيني يا بطة. انت سامعة كلام اللي الجدع ده بيقوله؟ امينة بتاعت الخضار كده يا حمام؟ كده يا ابو منال؟ هي دي اخرتها؟ ما قلت لك استني لما افهم الموضوع. هي امينه دي عندها بنت اسمها ابتسام؟ ايوه يا ست بطة، عيله خطيبها انا من امها من قبل ما تطلع من البيضه. يا دوبك اتكورت واتدورت والمعلم عايز يخطفها مني. طب لما اغزى يا معلم ما تروح تشوف لك واحده خاليه. شفتي الراجل؟ شفتي الراجل يا بطة؟ شفتي اللي انا مستحملاه وصابره عليه؟ شفتي اللي لسه دم بنته ما بردش؟ شفتي وكستي؟ شفتي يا عمتي؟ بس بقى بلاش ولول. انت هتطلعي الجنان علينا ولا ايه؟ اصبري كده وعقلي، بلاش فضايح. احنا لا ناقصين فضايح ولا ناقصين جرس. بقول لك ايه يا جدعان، اللي حصل ده يا اخويا حصل من امتى؟ ها حصل من امتى؟ من 5-6 اشهر هو عمال يحوم حواليها وبيرمي في الشبك، والبنت وامها غلابه وملهوفين على القرشين.
والمعلم بقى شغال، داخل بحاجات وطالع بحاجات، اخرتها البت رمت الدبله في وشي قدام الخال. قلت اعمل انا باصلي ورحت اتكلم معاه، قال لي تاخد كام وتسيبها. قلت واجب برضه، سامي هيخربها عليا اخربها عليه. ولا مؤاخذه يعني في السؤال، ايه اللي سكتك من ساعتها؟ ايش معنى جاي النهارده عشان تتكلم؟ كنتش اعرف لغايه ما البت قالت اصلها معايا، قعدت اتطقس واقلب لقيت الريحه فايحه والكل عارفها الا انا، اتريني كنت متقرطس ونايم على وداني. بيحصل. بقول لك ايه يا ابني، استني انت يلا ما تعصبيش روحك، اصبري لما نفهم الموضوع ونتطقس ونسال همام ونواجهه كده. طب لما المعلم بقى يرجع يبقى اسالوه براحتكم لا مؤاخذه، قولوا له ايه حكايه ابتسام بنت امينه اللي كل ليله سهران عندهم واخد لهم لا مؤاخذه الفاكهه والخضار والبقاله من السوبر ماركت، قولوا له عايز منها ايه. وانت يا ست رئيسه مش مراته؟ قولي له مش عيب تطلب ايد بنت وانت عارف انها مخطوبه، والادهى من كده ايه، متجوز ومخلف وعندك ما شاء الله بنات قدها. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد، اقعدوا بالعافيه. وقعتك سودا، وقعتك سودا يا همام. اما انت بقى يا امينه بتاعت الخضار فليك حساب معايا لوحدك. انا هنزل اروح المحل، مش عايزه زيطه يا رئيسه لحد ما اشوفه واتكلم معاه. بقولك ايه، ممكن الموضوع ده كله يطلع اوانطه يا اختي، امك مش ناقصه، انا كمان مش ناقصه يا رئيسه. بقك ده ما يتفتحش لحد ما اقعد معاه وافهم ايه الموضوع. هلبس عبايتي واروح المحل. انا كان قلبي حاسس يا بطه، كان قلبي حاسس همام عاوز يخرب عليا من زمان وانت عارفه. بس يا بنت بقى بلاش ولوله، قلت لك اصبري مش عاوزين فضايح. استغفر الله العظيم يا رب، انا عارفه ايه المصايب اللي حطت على دماغكم دي يا اولاد اخويا.